وتكون جميعها يوم العرض على الله ملك. الذين كفروا يدخلون النار بما كانوا يعملون بما كانوا يشركون. فهناك من يدخل الجنة بعد الحساب، وهناك من يدخل الجنة بدون حساب، وهم الصابرون ويقال الشهداء. إلا إذا كان عليهم ديون فإنهم ينتظرون الشهداء حتى تقضى عنهم ديونهم. يعني دين الشهداء يدخلون الجنة ولا يحاسبهم الله إلا إذا كان عليهم دين. فإذا كان عليهم دين فيقفون حتى يعني يأتيهم الفرج من الله سبحانه وتعالى بعفو أهل الدين عنهم، وإما بعفو الله لهم. وهناك من يدخلون النار، نعم، حتى الشهداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. أيوة، ما نقول الدين يعني ما هو حسين، مات وبقي الدين في ذمته ومطلوبا منه. وهناك من مات سمح، اللي سمح ده ما خلاص انتهت القضية، يعني الذي يسامح خلاص لا شيء عليه، عفى الله عن دينه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل الأعراف عندما سأل بعض الصحابة، قال: هم الذين استوت حسناتهم سيئاتهم، فيقفون على قنطرة. قنطرة يعني زي ما يسموه البريدج كده بين الجنة وبين وبين النار. نعم، قنطرة بين الجنة وبين النار. فهم ينظرون أيمن منهم وينظرون أشأم منهم على الشمال. فالنظر على اليمين وجدوا الجنة، والنظر على الشمال وجدوا النار. فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة أصحاب النار، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبينهما حجاب، على الأعراف رجال يعرفون كلا، ونادوا أصحاب الجنة قال: سلام عليكم. كل ما يشوفوا أهل الجنة يقول لهم: سلام عليكم يا أهل الجنة. ولما يشوفوا أهل النار: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فينتظرون على هذا الموقف، قال بعض أهل العلم 100 عام، قال بعضهم 500 عام، الله أعلم بماذا تقفون أهل الجنة. فلذلك عند ذلك يأذن الله لهم بدخول الجنة، ودي برحمة مين؟ برحمة الله، لأن كلنا فينا ندخل الجنة برحمته، لأن أعمالنا كلها لا تساوي يوم واحد في الجنة، عبادتنا وصيامنا وتضرعنا، ولكن هندخل الجنة بفضل مين؟ بفضل الله. لكن جعل الله العمل سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من دخول الجنة. فأصحاب الأعراف ربنا يقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. حشوفوا بقى المستكبرين في النار وهم يعذبون وهم يعني يذلون، يقولوا: الذين كانوا عظماء في الدنيا، اللي وصلهم للإهانة دي؟ فما وصلهم لذلك إلا بالاستكبار. بالاستكبار. والاستكبار هو أن يتكبر الإنسان على الحق، لا يقبل الحق، أو يعرض عليه الحق فلا يعمل به، هو ده بيسموه الاستكبار. الاستكبار أنه يبقى أنا عارف الحق ولكن ما نحبش نتبع الحق، يبقى ده اسمه مستكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من من كبر. يعني الكبر ده أعاذنا الله وإياكم، الإنسان يتواضع أولا لله بأن يلبي أوامر الله، ويتواضع لخلق الله،
ودايما يجعل نفسه مش في علية الناس، في اقل الايه الناس. يعني دايما يعني احنا عندنا ساعات الناس بتبص لاحوالها في الدنيا، وربما يحقر الحقير وهو عند الله احسن من غيره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك الانسان يستقبل اوامر الله برضا وبسماحة خلق وبطاعة لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان من حجة أهل النار أنهم دخلوا النار بكبرهم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم إذا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فالولي لنا في الدنيا هو الله، والسند لنا في الدنيا هو الله، والاعتماد بتاعنا كله على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. توكلوا على الله حق توكله، واستعينوا بالله حق الاستعانة، واعبدوا الله سبحانه وتعالى حق الايه العبادة، إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. فلذلك الجنة هي مأوى المؤمنين، والنار مأوى الظالمين. شوفوا بقى يعني